أهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. أهلا بكم، نبدأ من صحيفة المدى ومقال للكاتب عصام الياسري حول الفساد في العراق. فعلى أثر إشاعة بعض السياسيين المتدينين ذريعة ما يسمى بفتوى المرجع الديني بأن ممتلكات الدولة وأموالها وكل ما تملك مجهولة المصدر، يتجاوز أصحاب السلطة وأحزابهم ومنتسبيهم بطريقة بشعة على ثروات العراق والعراقيين منذ احتلاله ولغاية اليوم دون مشرع قانوني أو مصوغ دستوري، بعيدا كل البعد عن القيم والأخلاق وحتى المبادئ الدينية السمحة. بيد أن العهود والمواثيق التاريخية والأعراف المجتمعية تؤكد على أن كل ما فوق أرض دولة محددة المساحة حتى آخر نقطة جغرافية لحدودها، إن كانت موارد أو ثروات طبيعية أو عقارية أو زراعية أو حيوانية، هي ملكية عامة ومصدر من مصادر الدولة واعتباراتها القيمية التي تخضع لأحكام القانون، حصراً بالإضافة إلى أنها تمس حياة المواطن والمجتمع، الأمر الذي يجب أن على وفقه أن تحترم وتصان وأن لا يلحق الأذى بها، حالها حال الأماكن المقدسة. في القرنين 17 و18 احتاج حكام حقبة الحكم المطلق إلى قوة تكون دائماً متاحة لتأمين وتوسيع نفوذهم، فكان إعداد ما يسمى بالجيش الدائم من المرتزقة أدت دوافع مختلفة لاتخاذ القرار لأن تصبح مرتزقاً. قام بعض الشباب باتخاذ هذه الخطوة بسبب الصعوبات الاقتصادية، تم تجنيد الأطفال أيضاً كمرتزقة، وكان آخرون يبحثون عن المغامرة ويأملون في الحصول على الغنائم، وقرر العديد أداء هذه الخدمة لفترة محدودة بسبب الاضطهاد الديني. النتيجة أن ميزان مشروع الاحتلال بواسطة العملاء والمرتزقة كان ولا زال مدمراً، اشتمل على أبعاد غير مسبوقة، التسلط والنهب الاقتصادي والفساد، بالإضافة إلى المجاعة والإبادة الجماعية بأسلحة الدمار الشامل المحرمة، والأخطر تأسيس أنظمة حكم متخلفة كما هو الحال في العراق، بلغت آثاره المدمرة على السكان والمدن والقرى، بما في ذلك تخريب الصناعة والزراعة وممارسة القتل والإرهاب، والأخطر نهب الدولة وممتلكاتها باسم الدين والفتاوى الجاهلة. في الموضوع ذاته يقول الكاتب إياد العناز في صحيفة البصائر العراقية: تبقى آفة الفساد من الأمراض المجتمعية التي تهدد أمن واستقرار البلدان وتستهدف ثرواتها وإمكانياتها المادية وتؤثر على منظومتها الاقتصادية والاجتماعية وتساهم في إضعاف البنية التحتية للاقتصاد الوطني، وتكون كذلك أداة سلبية في منع عجلة التطور والتقدم والازدهار والإعمار لبناء البلدان وتطورها لتكون في مصاف الدول المتقدمة والمجتمعات الراقية. وهذه الآفة لها سماتها وخاصيتها التي تتكون نتيجة وجود طبقة طفيلية تعتاش على سرقة المال العام ونهب ثروات الوطن وتبديد الأموال وتبييضها وتهريبها إلى خارج البلاد. ويضيف الكاتب: تستغل كافة الثروات، تستغل هذه الثروات الطبيعية وتسيطر على المشاريع الاستثمارية والاستراتيجية منها، وتتدخل في الحصول عليها والاستفادة كذلك من وارداتها المالية لمنفعتها الخاصة البحتة وتحقيق أهدافها وأغراضها المادية، وهي بذلك تكون قد أسست لشبكات من الفساد الكبير والفاسدين. العراق وبعد الاحتلال الأمريكي في 9 نيسان عام 2003 قد تأثر بالكثير من العوامل السلبية التي أحاط بها المحتل، وساهم في تعزيز واجهة الفساد الاقتصادي بسيطرته على كافة أوجه الحياة، وعزز من دعم الفاسدين بالتغافل عنهم وتوجهاتهم لاستغلال موارد العراق والتغاضي عن أوجه الفساد الذي أصبح سمة من سمات الحياة السياسية والاقتصادية في العراق.
وأصبح يمثل حالة مأساوية ترتبط بالواقع الميداني الذي تمثله العملية السياسية التي تلبي غايات الإدارة الأمريكية ومنافع وأهداف أحزاب السلطة الحاكمة. وساهمت هذه التوجهات في التغطية الواسعة للعديد من الجرائم الاقتصادية المتعلقة بنهب وسرقة الأموال العامة والتلكؤ في مواجهة شبكات الفساد، لأن الجميع يدرك أن المواجهة الحقيقية والفاعلية إن حدثت سوف تؤدي إلى انهيار عام للعملية السياسية. في إيران وما أدراك ما يحصل في إيران، نشرت مجلة إيكونومست مقالا قالت فيه إن الاحتجاجات ضد النظام في إيران اندلعت من قبل، لكن هذه المرة فإنها تجري على نطاق مختلف تماما. وأشارت في مقال لمحرريها إلى أن المتظاهرين لم يطالبوا بمنح أكبر أو إصلاح سياسي داخل النظام، بل طالبوا بالإطاحة بالحكم الحالي في إيران. واستمر الغضب لفترة أطول من ذي قبل وانتشر إلى ما وراء الطبقة الوسطى. وقالت الصحيفة لقد عبرت الاحتجاجات حقيقة عن الطوائف الدينية والأعراق المختلفة، وأيد مشاهير وأبطال رياضيون ونجوم السينما الذين يتقاضون رواتب حكومية المتظاهرين والاحتجاجات، وعلى الرغم من مئات القتلى واعتقال أكثر من 12 ألفاً فشلت القوات الأمنية الإيرانية في قمع الاحتجاجات المتمردة المستمرة. بعد 6 أسابيع من الاحتجاجات في إيران تبدو الدولة في حالة عدم استقرار مستمر، وأغلب المتظاهرين من الشباب وطليعتهم من طلاب الجامعات والمدارس الذين يشكلون حوالي ثلث سكان إيران البالغ عددهم 86 مليون نسمة. ومن بين الهتافات التي يصطح بها المشاركون في الاحتجاجات الموت للدكتاتور، وهي عبارة عن سخرية من صرخة النظام، الموت لإسرائيل والموت لأمريكا. ويتجمع المتظاهرون على طول الطرق الرئيسة وليس عند التقاطعات، خلافا لما كانوا يقومون به سابقا، حيث كانت تنتظرهم شرطة مكافحة الشغب لاصطيادهم فرادى. وعلمتهم التجربة أن البيانات الطموحة في بلد شديد التعقيد يمكن أن تكون مثيرة للانقسام، لذا فإن مطالبهم المتداولة في شعارات وعلى منصات التواصل الاجتماعي خاصة تيليجرام تميل إلى أن تقتصر على الدعوات للإفراج عن الطلاب من السجن ومحاكمة رجال الأمن المسؤولين عن قتل المتظاهرين وإقالة المدرسين الذين أخبروا عنهم. قال الدبلوماسي الإيطالي السابق ماركو كاريني لوس إن قرار منظمة أوبيك بلس حول تقليص إنتاج النفط، والذي فجر خلافاً كبيراً بين السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، ينذر ببدء تشكيل نظام عالمي جديد ينهي الهيمنة الأمريكية على الاقتصاد العالمي. وأضاف كاريني لوس في مقال نشرته ميدل إيست آي أن بلدان جنوب الكرة الأرضية سئمت من النظام الاقتصادي العالمي الحاكم الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، والذي لا يكف عن إشهار الدولار سلاحاً في وجهها في كل مكان. وشدد على أن هذه التحركات عبارة عن رايات حمورة يتم التلويح بها أمام الثور الأمريكي، ولا شك في أن الولايات المتحدة فقدت السيطرة على حلفائها التقليديين في الخليج، ولهذا كان التقدير في واشنطن أن هذه التحركات الأخيرة قرار أوبك بلس تعد بمثابة ضربة كبيرة من قبل الحلفاء الخليجيين الذين لا تزال القوات الأمريكية هي الضامن لأمنها بحسب الكاتب. إن تقليص إنتاج النفط يمكن اعتباره قراراً مبرراً وليس فقط إجراءً مدفوعاً بحسبة من المصالح القومية الضيقة، وذلك أن التباطؤ الاقتصادي العالمي من شأنه أن يخفض الطلب على النفط، وبذلك يزيد من عدم استقرار الأسعار، الأمر الذي يبدو معه تخفيض الإنتاج إجراءً منطقياً. يبدو أن الرياض عازمة على انتهاج سبيل آخر، حيث تنوي الانضمام إلى بريكس، الكتلة العالمية المشكلة من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، بينما تعمل على زيادة التعاون مع الصين. إن سياسة الاحتياطية الفيدرالية الأمريكي
التي تنتهج رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم هي التي تدفع بقيمة الدولار نحو الأعلى، وهذا يسبب مشاكل لكل الاقتصاديات في العالم بسبب الزيادة في تكاليف الواردات. وتارة أخرى، لماذا ينبغي على مجموعة أوبيك بلس وكذلك جنوب المعمورة التجاوب مع مطالب الولايات المتحدة حول خفض إنتاج النفط أو حول فرض عقوبات على روسيا؟ نشر موقع دويتشا فيلا الألماني تقريراً تناول فيه 5 أسباب وراء حاجة الغرب إلى تركيا. وقال الموقع في تقريره إن أوروبا تناقش اعتمادها على دول ذات توجهات جغرافية استراتيجية مختلفة مثل روسيا والصين، لكن ما مدى اعتماد الغرب على تركيا؟ ذكر الموقع أنه منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا مؤخراً بدأ الأوروبيون مناقشة اعتمادهم على الدول التي لا تشاركها بالضرورة القيم والمبادئ نفسها، ولا سيما تركيا التي تترافق وتطلعات إلى الاضطلاع بدور أكبر على المسرح العالمي. واليوم لا تعد تركيا المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي شريكاً مرغوباً بالنسبة للغرب، ولكنها لا تزال لاعباً أساسياً مهماً في السياسة العالمية التي تجعل العواصم الغربية في حاجة ماسة لأنقرة بحسب الموقع الألماني. في الأسبوع الماضي كتب رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسن رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يطلب فيها عقد اجتماع حول هذه القضية، ومن المقرر أن يلتقي الطرفان في تركيا. إن الأهمية المتزايدة لصناعة الدفاع التركية جعلت منها لاعباً مهماً يؤثر بشكل مباشر على المصالح الغربية. وأوضح الموقع أن الطائرات المسيرة تركية الصنع من طراز بيرقدار TB2 أثبتت أنها فعالة للغاية في نزاعات متعددة في السنوات الماضية، نظراً لأن تركيا تقع على حدود العديد من البلدان في الجنوب والشرق، فإن ذلك لا يمنحها ميزة فيما يتعلق بسياستها الدفاعية فحسب، بل أيضاً من حيث ضعف الاتحاد الأوروبي أمام المهاجرين. لم يتردد أردوغان في تهديد بروكسل وبرلين وعواصم أوروبية أخرى عدة مرات في الماضي بفتح الأبواب، وها هو ما يعني من الناحية الفنية أن اللاجئين لديهم وصول مفتوح إلى أوروبا. القضية الفلسطينية لا يمكن أن تحل بغير الفلسطيني، ولا يمكن أن تحل بالفلسطيني وحده. بالنسبة للشرق الأوسط ماذا يعني لأمريكا؟ كيف تتعاطى معه؟ لا سيما في وجود قاعدة عسكرية متقدمة لأمريكا والغرب هي إسرائيل في المنطقة. الذي أفشل هذا الموضوع هي المقاومة العراقية الحقيقة، لأنه ما استطاع أنهم يحققوا ما يريدون، أنه كل هذا وهم. المشكلة الرئيسية لتركيا الآن هي الحقيقة في موضوع الطاقة، الاقتصاد وخصوصا الطاقة. الطاقة تستهلك منها أكثر من 25 مليار دولار، 22 إلى 25 مليار دولار سنويا. مدير مركز دراسات الإسلام والشؤون العالمية الدكتور سامي العريان في لقاء خاص يأتيكم في الأوقات الآتية. أترككم الآن مع الكاريكاتير.
وفي خبرنا في العربي الجديد، توصلت دراسة أمريكية جديدة إلى أن ألعاب الفيديو التي يحبها الأطفال ويدمنون عليها لها آثار إيجابية مفيدة على أدمغتهم، حيث إنها تعزز الصحة العقلية وتقوم بتنشيط الدماغ. وحسب الدراسة الجديدة التي نشرت نتائجها في موقع ساينس أليرت، فإنه قد تكون هناك فوائد معرفية مرتبطة بهذا النوع من الترفيه. وقال المعد الرئيسي بدر شاراني، الأستاذ المساعد في الطب النفسي في جامعة فيرمونت، إنه كان منجذباً كثيراً بشكل طبيعي إلى الموضوع باعتباره لاعباً شغوفاً يتمتع بخبرة في التصوير العصبي، ودرسوا إجابات الاستطلاع ونتائج الاختبارات المعرفية وصور الدماغ لحوالي 2000 طفل تتراوح أعمارهم بين 9 و10 سنوات تقريباً. تم فصلهم إلى مجموعتين، أولئك الذين لم يلعبوا بهذه الألعاب مطلقاً، وأولئك الذين لعبوا بها لمدة 3 ساعات أو أكثر في اليوم. وأثناء قيامهم بالمهام تم فحص أدمغة الأطفال باستخدام التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي، وأثرت أدمغة لاعبي الفيديو نشاطاً أكثر في المناطق المرتبطة بالانتباه والذاكرة. أما في الشرق الأوسط، رغم أن مفهوم السيارة الطائرة ليس بالجديد، فقد كشفت شركة أمريكية طموحة النقابة عن اعتزامها طرحها في الأسواق في غضون 3 سنوات من الآن، حسب ما ذكرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، حيث يعتبر طراز ألف إيه الذي ابتكرته شركة ألف إيرونوتكس بمدينة سان ماتيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية مركبة كهربائية بالكامل ذات هيكل مغطى بشبكة تخفي 8 مراوح تحل محل محركات السيارات التقليدية، وهو ما يساعدها على الإقلاع بالانطلاق مباشرة في الهواء من دون الحاجة إلى أي مساحة للمدرج. وبمجرد أن تحلق المركبة في الهواء فإنها تميل 90 درجة بحيث يكون الجزء العلوي منها مواجها للأمام، ثم تتابع الطيران في الهواء بسرعة تصل إلى 260 ميلا في الساعة. وفي الوقت نفسه تدور كابينة الركاب في وسط المركبة، والتي تتسع لشخصين كحد أقصى على محور، بحيث يمكن للركاب مواجهة مقدمة المركبة أثناء الرحلة. في القدس العربي جاء هذا الخبر، نظم في الكويت معرض للسيارات الكلاسيكية والقديمة جذب مئات الزوار، وذلك في مارينا كريسنت في منطقة السالمية بمدينة الكويت. ومن بين السيارات التي عرضت سيارة رولز رويس تعود لعام 1952، إضافة إلى مركبة فورد تعود لعام 1931. أما الآن نتابع وإياكم فيديو اليوم الذي اخترناه لكم بعناية من مواقع الصحف. لك ملايين، بل قد تكون يعني مئات الملايين من الناس مصدر رزقهم ودخلهم مرتبط بالخدمات اللي بتقدمها الشعب المرجعي، سياحة، صيد، أدوية.
عندي في مصر حيود مرجانية أو نظم بيئية للشعاب المرجانية قد تكون من آخر الحيود المرجانية اللي موجودة في العالم، أي أنها أمل للبشرية في استمرار وجود نظام بيئي فريد زي ده كتراث حضاري وإنساني على كوكب الأرض. إلى اللقاء.